ألا يسأل عن العمرة بطريقة غير نظامية، يعني إذا كان المرور يمنع أنك تحرم مثل النظام الذي صدر بأن من حج فإنه لا يسمح له بالحج مرة أخرى إلا بعد مدة من أجل تخفيف الزحام على الناس، هذا اللي أعرف أنه في الحج. أما العمرة ما حدد لها أفواج مثل ما هو في الحج. المهم إذا كان الحكومة تمنع الإحرام فلا تحرم يا أخي، لا تعرض نفسك لمعصية ولي الأمر، لا تعرض نفسك لمعصية ولي الأمر ومخالفة النظام. نعم.